مساء الخير. الوضع الاقتصادي بلبنان دقيق والوقت ثمين جدا. الكلام لرئيس منطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي فريد بلحاج بعد زيارة وزير المالية علي حسن خليل. بلحاج اعتبر أن الإصلاحات اللي اعتمدتها الحكومة لم تصل إلى المستوى للتواصل مع الجهات المانحة اللي بتدعم لبنان، وأكد أنه على ثقة بالحكومة الحالية ومستعد للعمل معه. إلى ذلك أكد أيضا وزير المالية علي حسن خليل بحديث للجمهورية أنه بجهوزية كاملة لعرض موازنة 2019 على مجلس الوزراء، بوقت بتم حاليا مراجعة نهائية لجدول خفض النفقات اللي اقترحها. وبيّن خليل أنه بالإمكان السير بالتخفيضات إذا توافر القرار السياسي، حيث من المفترض البدء بمناقشة الموازنة بالحكومة الأسبوع المقبل. ونفى خليل صحة كل ما يذكر من أرقام، وأكد أنه لا أحد يعرف حجم التخفيضات وكيف توزعت على موازنة الوزارات. نتابع لبنانيا. أكد رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر على متانة وإنجازات القطاع المصرفي اللبناني خلال مأدبة غداء تكريما للإعلاميين. فالقطاع المصرفي بشكل الممول الرئيسي للقطاعات المنتجة، حيث بلغت قروضه بهالمجال أكثر من 60 مليار دولار، منها قروض مدعومة بقيمة 15 مليار دولار. وبيوظف القطاع المصرفي أكثر من 26 ألف موظف، 60% منهم دون الأربعين بحسب الأزهري، اللي دعا إلى القيام بإصلاحات شاملة للاستفادة من مؤتمر سادر لتخطي صعوبة هالمرحلة. أيضا لبنانيا، أعلن وزير الاتصالات محمد شقير أنه الوزارة تضع على رأس أولوياتها تسريع مد شبكة الألياف البصرية الفايبر أوبتيك وتعميم خدمة الفور جي وأطلاق خدمة الفايف جي، وهي تسعى لوضع برنامج زمني لمد هالشبكة. وأكد شقير ممثلا رئيس الحكومة سعد الحريري بقمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات أن الحكومة اللبنانية ستركز بالمرحلة المقبلة على إقرار البنية التشريعية الضرورية لبناء مجتمع واقتصاد رقمي سليم. الأبرز عالميا، رفض النواب البريطانيين للمرة الثالثة اتفاق البريكزيت، ما يضع بريطانيا أمام أحد الخيارات التالية. أولا، بريكزيت بدون اتفاق ب 12 نيسان، وذلك يحدث صدمات اقتصادية ببريطانيا والاتحاد الأوروبي. وإما إرجاء طويل لموعد البريكزيت مع الدعوة إلى قمة استثنائية ب 10 نيسان، ما يعني أنه على بريطانيا خوض الانتخابات الأوروبية بأيار. ومن الخيارات أيضا المغادرة مع اتفاق ماي، وتملك تيريزا ماي حتى 12 نيسان لتحديد كيفية المضي قدما ويمكنها إعادة إحياء خطتها. أما إذا استمرت حال المراوحة بين الحكومة والبرلمان، فيمكن أيضا أن تشكل الدعوة لانتخابات عامة مخرج، إما بحجب النواب الثقة عن الحكومة وإما بدعوة من رئيسة الوزراء نفسها. إلى جولة الأسواق، رح نبدأها طبعا من بيروت. نهاية أسبوع على ارتفاع ببيروت، خاصة على أسهم سوليدير وأسواق الخليج مغلقة اليوم. ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بإشارات إيجابية بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر اللي أثر إيجابا أيضا على وول ستريت يلي لقى دعم إضافي من أسهم التكنولوجيا. إلى السلع، الذهب عم يستقر ولكنه عم بيسجل أسوأ أداء شهري له من قبل 2018 بفعل قوة الدولار، بوقت أسعار النفط عادت إلى ارتفاع على خلفية تخفيضات الإمدادات بقيادة أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، ما يضع أسواق الخام على مسار تسجيل أكبر زيادة فصلية من 2009. أما اليورو دولار فمستقر، والأبرز عودة تراجع الجنيه البريطاني بعد رفض النواب البريطانيين اتفاق البريكزيت للمرة الثالثة، والجنيه عم بينهي الأسبوع أمام الدولار عند حدود 1.31. نهاية جولتنا الاقتصادية، وعطلت نهاية أسبوع سعيدة. شكرا جيسي.